اليوم اول يوم من كولج منتورشيب بروجرام، التقيت بعلويه وحقيقه من قبل ما التقي فيها وانا جدا متحمسه للقائها. انسانه جدا ملهمه وقويه وصاحبه اراده. في الفيديوهات بعد ما شفتها على طول خبرت الفريق انه حقيقه هي اللي راح تعلمني، وهي ممكن اللي راح تكون منتر لي قبل ما اكون منتر لها. اليوم راح نقضي سوا، راح نروح مختلف الاماكن، نتغدى سوا حتى اعرف علويه اكثر واتعرف شنو على اهدافها والاشياء اللي تريد تطلع منها من خلال المنتورشيب بروجرام. كولستون، شكرا على هذه الفرصه الرهيبه اللي اعطيتنا اياها، انه مو بس احنا نعطي الاخرين بس حتى نتعلم منهم. انا اليوم التقيت بزينب، انا جدا سعيده بلقاء الانسانه الملهمه. راح نقضي طول النهار مع بعض، نتعلم من بعض، نتعرف على بعض اكثر. بعدين راح توديني الى دبي فرنش. شكرا كولكتن على هذه الفرصه الجميله.